هنا يعني برأيك هل المال هنا هو اللي يكون متحكم في هذا الموضوع وهو وسيلة للسلطة؟ يعني هل المرأة ممكن إنها بالفعل تسكت وتصبر وترضى ما دام إنه الرجل قوام وبيصرف عليه وفاتح بيته ما يتزوج 2 و3 وهذا الشيء موجود في مجتمعنا بشكل كبير؟ أولا أنا معترض على كلمة خديعة، ما فيش حاجة اسمها إن الرجل يخدع زوجته دي. الكلام المصطلحات اللي عملتها النسوية اللي بوظت كل حاجة في حياة المرأة وقعدوا يقولوا إنها إيه أصل ده حقوق المرأة ومش حقوق المرأة، ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحقوق بتاعتنا من 1400 سنة. هما بيتكلموا من ناحية عاطفية يا أستاذة منى، إنه خدع. لو سمحتي يا أستاذة لو سمحتي ماليش دعوة بالناحية العاطفية. طب إحنا أنا ليا دعوة إن لو سمحتي ما تقاطعيش. ما هي علاقة الرجل حضرتك في حضرتك بتقاطعيني يا أستاذة طبعا. لو سمحتي نعم. المفروض إن إحنا نكون على قدر من العلم كده إن إحنا نسمع بعض. طيب فضل. أنا النهاردة لما حضرتك تقولي إن أصل ده كسر خاطر معنى كده الإساءة لله سبحانه وتعالى، لأن من أحل التعدد هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فربنا سبحانه وتعالى لا يحل شيء في أذية للمرأة، والمرأة دي نص المجتمع وإن كان كمان هي المجتمع كله. لأن ربنا سبحانه وتعالى مدلنا حقوقنا وعمل لنا صورة باسمنا في القرآن الكريم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو موضوع إن الراجل يبقى عنده فلوس ولا ما عندوش فلوس، مكان الصحابة أولا التعدد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين كانوا عدد عليهم، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، فكرة بقى أصل العاطفة ومش عاطفة، هو حضرتك ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا ده مش عارف إن إحنا عندنا عاطفة؟ ولا هو يعني وبعدين نقول بقى اصل في اسباب وندعي ونعمل، مفيش الكلام الفارغ ده خالص. طيب هي الحكايه كلها الكلام. النسوية ابتدت تشتغل على المرأة. طيب يعني برايك لو سمحتي. طب بس انا عندي سؤال، يعني نفرق ما بين عاطفتنا والحب وما بين الزواج يكون مشروع مادي بحت وفي اهم شيء مصلحه الطرفين بعيدا عن العواطف، كده كلام مظبوط؟ عشان لا نقول انه الموضوع مش مشروع لا الموضوع مش مشروع مادي ولا حاجه، الموضوع ان الراجل عنده قوامه بس هي النساء كل اللي بينادوا بحقوق المرأة ابتدوا يشتغلوا على الموضوع ده لا لشيء إلا لزيادة العنوسة وزيادة الطلاق، وإن هم مش عايزين حق المرأة. هي الزوجة التانية دي مش بني أدمة، مش واحدة ست ولا دي واحدة ولا ده إيه؟ نعم. دي بني أدمة. طيب. واحدة زينا من حقها إنها تتزوج. طب خلينا ولما نسمع وبعدين بالمناسبة نعم. مش هي اللي بتجري يا أستاذة لو سمحت فضلي. هي مش بتجري، ما انت بتدي للدكتورة الفرصة يعني المفروض تسمعيني. اتفضل انا مديتك طول الوقت يا استاذ. تفضلي على السريع. تفضلي يا استاذ. انا ما خدتش الوقت خالص، انا قاعده لسه ما كملتش. اتفضلي. النهارده لما الراجل يجي يبقى عايز يتزوج تاني، انه افضل الحليله ولا الخليله؟ انه يرافق ويقول والمراه تقول اصل هو يرجع البيت، اصل ما يتجوزش، اصل مش عارف ايه، ونقعد نخترع اختراعات غريبه جدا ضد الشرع وضد الدين. النهارده نسبه العنوسه كام في الدول العربيه كلها؟ النهارده نسبه الطلاق كام؟ الله، الراجل ده من حقه انه يتجوز. هتقولي لي القدره الماديه والجسديه، ماشي، افرضي ان الراجل عنده ما عندوش القدره الماديه قوي بس عنده القدره الجسديه، يبقى اوكي.